اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وسينضم الي الدكتور عادل الشجاع الباحث والمحلل السياسي. اهلا وسهلا بك دكتور عادل. اهلا وسهلا. نناقش الرغبة الجادة في من الحكومة الشرعية بالوصول إلى تسوية سياسية ووصول إلى سلام مستدام، وجهود أيضا المبعوث الأممي في هذا الجانب، وفرص عملية السلام في ظل التعنت من قبل الميليشيات الحوثي، ومحاولات جر الحوثيين أيضا من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل المجتمع الدولي لتطبيق القرارات الأممية والقرارات الدولية. هل تعتقد دكتور أن الميليشيات الحوثية ستخضع مثلا لجهود الأمم المتحدة، لجهود المجتمع الدولي في ظل المعطيات الأخيرة؟ أولا يعني هل يوجد عبر التاريخ مجموعة متمردة، جماعة متمردة تنقلب على السلطة ثم بعد ذلك تذهب إلى السلام؟ أنا أعتقد أن التاريخ يجيب عبر مراحله بأن الجماعات المتمردة، الجماعات الانقلابية لا تخضع للسلام إلا بفعل القوة. ولهذا المجتمع الدولي دائما ما يعود إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ويتخذ قرارات تصبح هذه القرارات ملزمة للمجتمع الدولي عن طريق مجلس الأمن لإخضاع هذه الجماعات المتمردة والعودة بها مجددا إلى حالة السلم. لهذا لا أعتقد أن الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة وتمردوا على شرعية الدولة سيذهبون إلى السلام. أضف إلى ذلك يبدو أن المجتمع الدولي ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا يريد للسلام في اليمن أن يتحقق في هذه المرحلة بالذات، وإنما يريد للحرب أن تبقى لفترة أخرى. لماذا دكتور؟ لأن هناك ملفات أخرى هي ملفات شائكة، على العكس منها الملف اليمني ملف سهل وبسيط وبمتناول يد الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن جردت الشرعية عن طريق التحالف من قرارها وجعلتها مشلولة، وبالتالي يتم اليوم إلقاء المسؤولية، كل طرف يلقيها على الآخر، الجميع يلقيها على الشرعية، بينما المعروف أن الشرعية قد صدر قرارها من قبل دول الرباعية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الإمارات، السعودية. نعم، بالعودة إلى فرص السلام، يعني ما هي الشروط الواجب توفرها لجعل السلام ممكنا في ظل المعطيات الجديدة؟ يعني نحن ندخل العام الثامن على التوالي من هذه الحرب التي أنهكت اليمنيين تماما، هل هناك فرصة وشروط معينة قد تجبر هذه الميليشيات وتجبر المجتمع الدولي لأن يعني يخوض في السلام ويتاح فرصة السلام في بلادنا؟ بالتأكيد هناك إمكانية، وإمكانية أيضا متوفرة تمثل أو تتعلق هذه الإمكانية بالعودة إلى الأهداف التي وضعها القرار 22/16 وتناولها أو أخذ زمامها على عاتقه التحالف العربي الذي اختزل إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، وإعطاء الشرعية الإمكانية مواجهة الحوثي، وبالتأكيد الحوثي لا يستطيع المواجهة والمقاومة، فحسم المعركة هنا هي التي ستجبر جماعة الحوثي بالذهاب نحو السلام. كيف شاهدت إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة؟ هي تضاف إلى الإحاطات السابقة سواء له أو لمن سبقه، هي إحاطات فقط تعتمد على توصيف ما يجري على أرض الواقع، لكنها لا تقدم حلول يمكن العمل بها أو الانطلاق من خلالها. الكثير يتحدث دكتور عادل أنه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتعاطى مع الأزمة اليمنية بعقلية إدارة الأزمة، يعني بالنسبة لليمن، وليس بعقلية منفتحة على حلول جذرية للشأن اليمني تماما. هذا صحيح، لأن أولا الأمم المتحدة ليس من مسؤوليتها مواجهة الانقلابيين، وإنما هي تعتبر نفسها مسير في هذه الأزمة، تسير الحوارات والمفاوضات بين الطرفين، لكن المعني بدرجة أساسية
هي الحكومة اليمنية هي المعنية بأن تتخذ زمام المبادرة وتحمل على عاتقها مهمة مواجهة الانقلابيين، وهنا سيكون للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن الدور الذي يضفي المشروعية الإضافية لهذه الحكومة ولخطواتها. لكن يبدو أن الحكومة اليمنية منذ أن تم تعيين رئيس الوزراء الحالي والذي قال بصريح العبارة أنه لا علاقة له لا بالشأن السياسي ولا الشأن العسكري، هو سيتفرغ فقط للشأن الاقتصادي، ومع ذلك أيضا لم يتفرغ للشأن الاقتصادي وإنما تفرغ للعدم ولم يقم ب يعني في الأخير السياسة هي تفرض نفسها والواقع الميداني هو ينعكس على طبيعة أداء الحكومة. لكن دكتور، يعني استمرار الوضع كما هو في ظل مرحلة اللاحسم التي تكابدها بلادنا، يعني لا هذا الطرف حسم ولا ذاك الطرف حسم والمواطن هو الذي يدفع الثمن، يعني ما هي الحلول، ما هي المتاح بالنسبة لليمنيين؟ الحلول لا بد من المضي في الحرب لإجبار الانقلابيين على العودة إلى الإرادة الشعبية، بدون ذلك لا يمكن لأحد أن يتوقع بأن الحوثي سيذهب إلى السلام، ومن يعتقد بأن اليمنيين سيذهبون نحو السلام دون أن تكسر شوكة الحوثيين فهم واهمون، وهم أيضا يضيفون مزيدا من الوقت لصالح الميليشيات الحوثية. الكثير يتحدث أيضا أنه السلام في ظل المعطيات الجديدة في ظل هذا الواقع الذي نكابده يمثل جريمة بحق اليمنيين، يعني فبعد هذه السنوات من الحرب يرد لهذا السلام أن يكرس سلطة الميليشيات الحوثية وجعلها كأمر واقع يعني مستقبلا. هذا ما هو حاصل اليوم بعد أن أصدر مجلس الأمن القرار 2216 وألزم المتمردين بالخروج من صنعاء وتسليم السلاح، إذا بهم اليوم يتحدثون عن الأمر الواقع، عن فرض ما هو واقع على الأرض، وكأن هذا الواقع خلق نفسه دون أن يكونوا هم الذين ساهموا في خلق هذا الواقع وعززوا من قوة الميليشيات وأعطوها المساحة الواسعة من هذا الزمن لكي تمتد بامتداد الحرب التي كما ذكرت كما تفضلت بأنها تشارك على نهاية العام السابع ودخولها العام الثامن. نعم دكتور، يعني في الجزئية هذه يعني نلاحظ في الإحاطة الأخيرة لمبعوث الأممي أنه لم يتطرق إلى مثلا القرار 2216، هناك حالة تجاهل كاملة مع أنه هذا قرار أممي، يعني ما هي الأسباب في أن تتجاهل الأمم المتحدة قرارات هي اتخذتها واتخذها مجلس الأمن؟ هناك سعي منذ فترة يراد للقرار 2216 أن يزول أو يتم تجاوزه، وبريطانيا تتبنى هذا التوجه منذ فترة في أروقة مجلس الأمن، تريد أن تتجاوز القرار 2216، والحجة اليوم أنهم يتعاملون مع الواقع على الأرض. الخيارات بالنسبة للحكومة الشرعية في ظل هذه المعطيات الجديدة؟ لديها خيارات كثيرة، وهي أولا حكومة شرعية والعالم جميعه يعترف بها، هي فقط بحاجة إلى أن تتبنى الفعل وعدم الرضوخ لقوى أخرى إقليمية أو دولية. في اعتقادي على الحكومة أن تغادر مربع الخوف واعتقادها بأنها معينة من قبل دول الإقليم أو من قبل المجتمع الدولي، لا، هذه الحكومة وهذه الشرعية هي إفراز لشرعية اليمنيين، والمجتمع الإقليمي والدولي هو خاضع لهذه الشرعية، شرعية اليمنيين. إذا ما تحركت الحكومة باعتقادي بأنها تستطيع أن تنجز هذه الحرب، ونحن نعلم بأن الحرب هي جزء من السلام في كثير من الأوقات. هل استنفذت بلادنا والحكومة الشرعية، استنفذ اليمنيون كل الأوراق المتاحة بالنسبة لهم ليقدم للعالم وللمؤسسات الدولية وللمجتمع الدولي؟ يعني ما الذي لا زال لدينا كيمنيين أن نقنع المجتمع الدولي مثلا أن هذه الحرب ليست ما بين اليمن والسعودية بل هي حرب ما بين اليمنيين والإنقلابيين الحوثيين؟ لم تستخدم هذه الأوراق حتى نقول أنها استنفذت. الحكومة اليمنية والشرعية بشكل عام لم
لم تستخدم أوراقها المشروعة في مخاطبة المجتمع الدولي. للأسف الشديد هي تركت قرارها للآخرين، والآخرون لديهم مصالح تحركهم على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى الصراعات البينية بين دول الإقليم. هذه الصراعات حولت اليمن إلى ساحة لمعاركها، ولم تكن المصلحة اليمنية حاضرة. في اعتقادي بأن الحكومة اليمنية إذا ما تخاطبت أولا مع هذه الدول وطالبت بتحقيق المصلحة الشرعية، المصلحة للجميع، مصلحة اليمن مقابل مصلحة هذه الدول، إضافة إلى التعاطي مع المجتمع الدولي بوصفه حامل المشروعية الدولية وحامل القرارات التي تتخذها الشرعية الدولية. الحكومة اليمنية الشرعية بشكل عام لم تستخدم ولا ورقة من هذه الأوراق حتى نقول بأنها استنفدتها. مؤخرا نلاحظ أن هناك برضو يعني جهود حثيثة من قبل وزير الخارجية، يعني زار الكثير من الدول الأوروبية وعرض واقع القضية اليمنية وما يكابده اليمنيين بسبب الانقلاب الحوثي. تقييمك للأداء مثلا بالنسبة للوزارة الخارجية ويعني ما تقوم به مؤخرا من حراك؟ للأسف يفترض أن العمل والتحرك يكون تحرك متكامل بين جميع مؤسسات الدولة. ما يقوم به وزير الخارجية يأتي في إطار التحرك الفردي الدبلوماسية اليمنية دون المستوى. جميع السفارات اليمنية لا تعمل. صحيح أن هناك سفراء، لكن هؤلاء السفراء كأنهم يتقاضون مرتبات الضمان الاجتماعي، لكن لا نجد أي سفير من السفراء يتحرك في أروقة المجتمع الدولي لنقل ما يجري في اليمن ولتعريف العالم بما يجري أيضا داخل اليمن. هناك أيضا دول كبرى، وهذه الدول هي ضمن مجلس الأمن الدولي، ولا يوجد فيها سفراء حتى هذه اللحظة مثل واشنطن وبكين. والسفراء الذين يتواجدون في فرنسا وفي بريطانيا غير فاعلين. فبالتالي أنا أعتقد أن الدبلوماسية اليمنية لم تقم بواجبها، والتحركات التي يقوم بها وزير الخارجية تأتي في إطار فردي دون أن يكون هناك عمل مؤسسي، ودون أن يكون هناك مشروع يتم التعاطي معه أو تتعاطى معه الدبلوماسية اليمنية، بحيث يعني ما يطرح في واشنطن يطرح في بكين، أو ما يطرح في باريس يطرح في لندن. هذا غائب حتى هذه اللحظة. دكتور عادل شجاع الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.